قرأت تصريحات لمدرب سيريس السويدي بيقول فيها أنه اللاعب كل أندية السويد ترغب في ضمه، ولكننا لن نبيع اللاعب خلال هذه الفترة. هل فعلا كان محل اهتمام لكثير من الأندية السويدية خلال هذه الفترة؟ نعم نعم، هذا أمر صحيح. منذ عدة أشهر مالمو السويدي عرض بالفعل كان عرض أو أبدى اهتمامه باللاعب وعرض أن يشتريه، ولكن نادي سيريس أو مدير الرياضي لنادي سيريس صرح وقال أنه مرفوض ولن نقبل أن يخرج اللاعب لأي نادي داخل السويد، نقبل فقط أي عرض من خارج السويد. فبالتالي لأن هذا يعتبر دعم للنادي المنافس لناديه. التقارير الصحفية بتقول أنه بيع اللاعب للنادي الأهلي وسام أبو علي هي أغلى صفقة في تاريخ نادي سيريس السويدي، هل الكلام ده صحيح أيضا؟ لا، ليست الأغلى على الإطلاق، ولكن بالنسبة لسيريس نعم هي أكبر صفقة لسيريس. هو ده المقصود، إن هي أغلى صفقة لنادي سيريس. هل عندك معلومات عن القيمة المالية لبيع اللاعب للنادي الأهلي؟ نعم، القيمة هي 2 مليون يورو. هذه هي القيمة التي اتفق عليها. ماركوس ليدبرجس الصحفي السويدي المتابع لصفقة انتقال وسام أبو علي إلى النادي الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه التوضيحات.